الحمد لله وبشركم هذه 700 وصلت، 700 اكتملت والعدد بقل شوي، بقالنا 1300 وان شاء الله ان قادرين ننجزها ان شاء الله خلال وعلشان بعد شوفوا شلون طريقة التبرع، وبنترككم شوي اللي بعد بيصلح ويزهب ويرتب الغداء، وبنرجع لكم مرة ثانية ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. بإمكانك الآن أن تجعل لك وقفا وأجرا دائما تجري حسناته لك في الدنيا وبعد مماتك، والذي يعود ريعه على محتاجي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مشاريع جمعية البر بالمدينة المنورة. من جوالك وبكل سهولة وعبر تطبيق الراجحي، اتبع الخطوات التالية. بداية، سجل دخولك لحسابك من القائمة أسفل الشاشة، اختر تحويل، ثم اختر أيقونة جمعية خيرية، من فئة حد جمعيات التنمية والإسكان، ثم اختر أو اكتب بشريط البحث جمعية البر بالمدينة المنورة، ثم اختر من حسابات الجمعية المشروع الذي ترغب أن تتبرع به، وللأوقاف اختر الصدقة الجارية، وسيصل تبرعك لمستحقين، ثم اضغط على حسابك وأدخل المبلغ الذي ترغب التبرع به، ثم انقر التالي، اضغط تأكيد، ستصلك رسالة تأكيد. وهنيئا لك، تبرعك في أرض البركة طيبة الطيبة. أبشر.